مارف شفت تسبرالا مخركن نسالي دي شطيرة ومخاش سيجراي تاتيكا معرف في إسرائيل قاضية تتعرض للاغتصاب من قبل شرطي والسلطات تغلق ملف التحقيق. تلقت إدارة التحقيقات في جهاز الشرطة الإسرائيلية شكوى تتهم شرطياً يقطن في مدينة القدس باغتصاب قاضية بمحكمة السلام في إسرائيل. من جانبه قال الشرطي أثناء استجوابه أنه تعرف على هذه القاضية من خلال موقع إلكتروني للتعارف دون أن يعلم شيئا عن طبيعة عملها، ثم التقى بها عدة مرات ونشأت بينهما علاقة لفترة. قرر بعدها الانسحاب لكنها أرادت الانتقام منه. من جانبها لم تعتد سلطات التحقيق بأقواله، لكنها أغلقت ملف التحقيق وأمرت بعدم نشر أي تفاصيل حول هذه القضية.